وحول المدن الجامعية، أكد وزير التعليم العالي الاهتمام بالتغذية والصيانة فضلا عن توفير شركات متخصصة للقيام بأعمال النظافة بالمدن الجامعية. والله احنا قصدنا ان كل المدن الجامعيه تكون على استعداد على الاقل اذا ما كانش في اول يوم في الدراسه ولكن في خلال الاسبوعين الاولانيين من العام الدراسي حتى يكون تسكين مناسب لكل الطلاب المغتربين ونسهل عليهم العمليه. عمليه الصيانه داخل التغذيه والصيانه والاقامه والاعاشه داخل المدن الجامعيه شيء مهتمين به جدا. شركات متخصصة إنها تقوم بأعمال النظافة وما شابه ذلك، يعني إدارات المدن الجامعية في الجامعات المصرية إدارات هامة جدا وإحنا بنهتم بيها تسهيلا على أولادنا الطلبة المغتربين.